السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الناس عبد الكبير كان ذكروا ما كان يفعله النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. واحد مرة الوليد ديالو أو الحفيد كان عنده الحسن والحسين سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. البيت تاع النبوة كان مفتوح على مصراعيه، كيجوا الناس كيجوا الأحباب كيجتمعوا كلهم في البيت تاع النبوة. بيت النبوة شي داخل شي خارج، هذا كيستفتي عن أمور الدين، هذا عنده نزاع قضائي النبي الكريم يحكم بينهما، هذا عنده مشكل مرض النبي الكريم يرقيه، بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك، هذا بغي يتزوج، هذا بغي يتخاصم، هذا بغي يطلق. النبي الكريم فتح بيته للجميع، الناس داخلين خارجين، وكل اللي جا غير بغي يتنزه، وكل اللي بغي يطلب العلم يسمع ويسجل ويحفظ. وكان ولدته بجوج الحسن والحسين ديما معاه، كيلعبوا كيمشيو ويجيو. فكلما كانوا عند الناس بكثرة يصابوا الحسن والحسين بأمراض، غير كيخرجوا الناس كيتصابوا إما بالسخانة، إما كيتعور في عينه، إما كيوقع عليه شي مكروه لا قدر الله. فبدأ النبي الكريم إذا دخلوا عنده بعض الناس وكيشوف بأن عيونهم ليست سليمة، غير كينصرفوا الناس كيقول للحسن والحسين تعالوا أرقيكما، تعالوا أرقيكما، فيضعهما في حجره ويضع يده اليمنى على ناصيتهما وكيقول بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم، بسم الله أرقيكم والله يشفيكم من كل داء يؤذيكم من شر حاسد إذا حسد، رب الناس أذهب الباس. هذا الرقية جميل نقرأ على ولدتنا. راه بعض الأطفال الصغار كيتعرضوا للأذى، الأب غيب الأم غيبة، في لحظة من اللحظات يتغير مجرى الحياة. أنا دا الآن كنقدر السي عبد الكبير البنية ديالو أصيبت في عينها، كيفاش غتابع الدراسة ديالها؟ غتلقى مشكل. إذا شافت راسها في المراية ربما غتلقى مشكل. إذا بقيت مع صحاباتها غادي يعيروها يقول لها هي كذا بديك الألقاب والأن، هذه كلها معرضة لمجموعة ديال الأشياء. ولكن ربي اللي خلقها وربي اللي قدر هو سبحانه وتعالى ينظر إليها بعين الرحمة. اللهم شافيها، اللهم عافيها، اللهم عجل لها بالشفاء الكامل. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونتحول من غفساي إلى إقليم بن قرير مع السعب الكبير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كي دايره في الدكتور كريبا؟ الله يبارك في السعب الكبير. الله يحفظك اودي دكتور، راك عزيز علينا اخويا دكتور. الله يعزه مقامك اخويا. اخويا ولا قد معايا واحد الدريريه طاحت ليا في واحد الكروسه وضربت دابا عين ديالها وتنديها لمراكش، شحال سير طلع وهبط. الله اكبر. ما معنا حتى حاجه. لا اله الا الله. الدعم عن الله يرحم لك الوالدين. لا اله الا الله لا حول ولا قوه. اش وقع على السعد الكبير في الكروسه؟ طاحت كانت غاديه طاحت فين تواتت؟ لا غير واحد الكروسه بحال هكا وطاحت على العين ديالها ودخلت واحد الحديده في عينها. الله اكبر. لا اله الا الله لا اله الا الله. داعينا مع الدكتور الله يحفظ. يا ربي يا ربي اخويا عبد الكبير الله يسكم الصبر والله يحفظها ويرعاها، الله يشافيها ويعافيها. لا اله الا الله. شوف الانسان ضعيف، اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا وارحم أولادنا وبناتنا وارحم أحبابنا كلهم وارحم جميع عبادك المؤمنين. رأى الإنسان ضعيف، رأى في لحظة من اللحظات، وأنا جاي للإدعاء كنتلقى مع واحد السيدة ما شاء الله عليها، حضرت لها في الزفاف ديالها وحضرت لها في العقيقة ديالها، أوتيت تبارك الله الحسن والجمال والأدب والأخلاق تبارك الله. والله كنت خايف عليها، قلت لها السيدة هذه يا رب تحفظها من نهار كدير المناسبات السعيدة وكتجيب العائلة. الناس مخلطين، الناس مخلطين، كاين الأحباب اللي كيفرحوا وكاين بعض الناس اللي في قلوبهم مرض. هي مسكينة وقع عليها واقع بسيط غير مجرى حياتها كلية، نازلة من دروج ديال الدار ديالها، درجة واحدة خطأتها زلقات تهرست من المرود ديالها، هذيك الهرسة كانت واعرة بزاف أثرت ليها على الهيكل العظمي كله، ولات مسكينة في واحد الوضعية تبقى فيك. لا شفتيها كتقول
كتقاتلي غيرت حياتي كلية، مع زوجي مع عائلتي مع عملي مع كل شيء. لحظة 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 تغير كل شيء. الله يرحم ضعفنا. الإنسان دائما وهو يستيقظ صباحا لابد أنه يقول أذكر الصباح وأذكر المساء له ولأولاده. دائما غير نستيقظ في الصباح أول كلمة كنقولها الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. حنا ملي كنعسو راه كنموتو وكنعاودو نحياو مرة ثانية، هكذا النشور يوم القيامة. كنحمد ربي ونشكره أنه أعاد وأهدى إلي روحي من جديد. الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. ونقول دعاء اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شره وشر ما قبله وشر ما بعده. دائما أيها الأحبة الكرام حنا كنحرصوا على كل شيء. كنفيقوا في الصباح الباكر كنحرصوا أننا نلعبوا الرياضة، ما نفلتهاش باش نحافظ على الرشاقة ديال الجسم. كنحافظوا على أننا ناخذ دوش، ناخذ الأناقة والجمال ديالنا والنظافة ديالنا. كنحرص أنني نحدد الحذاء ديالي ونصب رباط العنق ونصب القميص ونقاد الحالة ديالي. كنحرص يكون الإفطار ديالي متنوع بالفيتامين والبروتين. كنحرص نوصل بكري في العمل ديالي، نقوم كنحرص على كل شيء. ولادي يمشوا للمدرسة، نخلي المصروف للزوجة، كل شيء كنحرص عليه. جميل جدا وهذا مطلوب، ولكن واش كنحرص أنني نذكر الأذكار ديال الصباح والمساء؟ هذه الأذكار على كتبان بأنها عادية ولكنها راه خطيرة جدا. راه ملي اللي كيقوم بها راه في حماية الله، كيبقى كل شيء مبارك لديه. في موضع يدك يربح، واللي تلقى معاك يربح، يكون مرحوم ومن حوله مرحومين، بل يصير مكروم ومن حوله مكرومين. ولكن اللي ما كيقولش هذه الأذكار راه يقدر في أي لحظة من اللحظات يصاب. أخونا الشعب الكبير أصيب في فلدة كبده، هاد البنية، البنية ملي كتشوف البنية كتفرح بها، كتقول هاد البنية جميلة غتكبر تبارك الله غتكون عروسة، وخايف عليها. ولكن أن تصاب في عينها في البصر ديالها في مقدمة الوجه، أنا كنقدر دابا الآن الحزن ديال الشعب الكبير والحزن ديال الأم هاد البنية والعائلة جمعاء. المصاريف والتنقل من بنقرير لمراكش والعلاج اللي ربما غادي يكون مكلف وربما قد تضطر الى عملية التجميل او كذا، الله يشافيها يا ربي يا كريم. سعد الكبير الله يشافي لك هذه البنيته، الله يكون لها ولي ونصير، يا ربي تشافيها وتعافيها وتداويها في القريب العاجل. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.